قوم بالخير وبتسير ورجعنا في الله ورجعنا فيكم كتير. احنا شباب احنا شباب احنا شباب احنا شباب قاسينا ما في كفاية وعشنا العمر من ورا الباب عشنا العمر من ورا الباب ننتظروا ونتسنى والبداية ورجعنا في الله ورجعنا فيكم كتير. باش فاتونا الناس اللي تقوا في بلادهم اللي تقوا في ولادهم وآمنوا بتغيير. باش حسن منا اللي رعاو الشباب قبل ما يتقاضى العمر قبل ما يتسالى ربيع ما يتسالى ربيع. حرام يمكن لينا نطيقو يمكن لينا نطيقو ونطيقو في ولادنا ونفكرو في الغير. جيناكم جيناكم على وعسى فتحوا لنا داك الباب يا سعادة الوزير والله يجازيكم بالخير وكل شي عند الله يسير.